بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. نعم، الصيف الماضي ماذا أخذنا في الصيف الماضي؟ من راجع؟ حد راجع؟ إيش أخذنا في الصيف الماضي؟ تفضل أحمد. اثنين أحمد هناك. نعم تفضل. كتاب الطهارات. طبعا كتاب الطهارات ماذا أخذنا منه؟ أخذنا منه نعم مقدمة وباب وفصل. نعم، ثلاثة أبواب. كم عدد الأبيات التي أخذناها؟ تفضل محمد تفضل. نعم، 93 بيتا. من يحفظها؟ والباقون أين ذهبت؟ من هذا؟ هذا برفع عمر. نعم، الباقون هل راجعوا؟ ايش مطلع؟ ايش مطلع المقدمة؟ نعم شيخ. تفضل سيف. فمن هنا ثبوت معنى حجته. نعم تفضل. المياه. نعم شيخ. ايش مطلع؟ نعم شيخ. نعم شيخ. تفضل محمد. بعد شيء. نعم شكرا. الفصل ايش مطلع الفصل؟ نعم شيخ. نعم شيخ. تفضل سيفي. يبدو ان الله ترشد بالانجاز لم تكن تنزح بالقياس، وقيل خلاق الماء، وقيل ان تنقص بالبناء، والاول المعروف بالمستبحر وانه مشابه للبحر، وغيره هو الذي نذكره بالحكم بما ها هنا نصره. احسنت شكرا. طيب، وأخذ واستدللنا بكم حديث؟ استدللنا بكم حديث في الصيف الماضي؟ استدللنا بكم حديث؟ كم عدد الأحاديث التي استدللنا بها؟ تفضل. نعم، 17 حديثا، كلها من؟ نعم نعم. إيش المصدر؟ نعم. تفضل. مسند ايش؟ مسند. نعم، مسند الامام الربيع بن حبيب رضوان الله عليه. نعم، وترجمنا لمجموعه من الاعلام، كم عددهم؟ الاعلام الذين ذكرناهم وترجمنا لهم كم عددهم عزان؟ كم؟ 17 علما. حد يقول شيء اخر؟ نعم، 18 علما. كم؟ 24 علما. طيب، راعي 17 يذكرهم ويكمل واحد راعي 18 ويكمل راعي 24. نعم طبعا بدأنا حديثنا بالترجمة لمن؟ بدأنا حديثنا بالترجمة لمن؟ ماجد، بالإمام نور الدين السالمي رضوان الله عليه صاحب الكتاب. للإمام نور الدين السالمي رضوان الله عليه صاحب الكتاب. الكتاب هو جوهر النظام،
الكتاب هو جوهر النظام. كم عدد أبياته؟ نعم شيخ. تفضل أسعد. نعم، يزيد عن 14 بيتا، يزيد عن 14 بيتا. طيب، هذا الكتاب هل وضعه الإمام السالمي وضعا أم عمل فيه عملا على كتاب؟ نعم شيخ. نعم شيخ. تفضل. إيش؟ زيادة الحدث. لكن الأصل كتاب من؟ نعم. 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 تفضل زكريا. الإمام الصائغي. من الإمام الصائغي؟ من اسمه؟ الإمام الصائغي من اسمه؟ تفضل سعد. نعم، الشيخ سالم بن سعيد الصائغي. سنة كم توفي الشيخ الصائغي؟ سنة كم توفي؟ سنة كم توفي الشيخ الصائغي؟ 1200 وكم؟ 1200 وكم؟ وكانت بينه وبين أحد كبار العلماء مراسلات، كان يتوجه بالسؤال إلى أحد كبار العلماء وهو الشيخ الرئيس من؟ قاعد بن خميس. نعم، راجعوا منظومة الإمام الصائغي كم عدد أبياتها؟ كم عدد أبياتها؟ تفضل أحمد. نعم وكم؟ نعم، انت كنا سقط عندك، حد يقول شيء؟ 12,035 بيت. 12,035 بيت. نعم، الإمام السالمي رضوان الله عليه متى توفي؟ متى توفي؟ تفضل عبد السلام. 1332 في أي شهر؟ نعم، الخامس ربيع الأول. الخامس من ربيع الأول سنة 1332. الآن كم مضى على وفاته؟ نعم، 100 عام. 100 عام وأشهر، لأن مضى ربيع الأول وربيع الآخر وجماد الأولى وجماد الثانية والآن في رجب، يعني مضى 100 عام تقريبا وأربعة أشهر. 100 عام وأربعة أشهر وأيام على وفاته. طيب، وفي نفس الشهر ونفس العام توفي أيضا أحد كبار أهل العلم. نعم شيخ. نعم. تفضل سليمان. قطب الأئمة. قطب الأئمة. من قطب الأئمة؟ محمد بن يوسف. قطب الأئمة محمد بن يوسف، توفي في 1332 في شهر ربيع الأول. إيش اليوم؟ 19. حد عنده كلام آخر؟ تفضل. نعم نعم، في 25، يعني بينهما 20 يوما. بينهما 20 يوما. الشيخ الإمام السالم رضوان الله عليه توفي قبل الإمام القطب 20 يوما. طيب، نأخذ بعض المسائل. مسألة، إذا وقعت في ثوب الإنسان نجاسة، وقعت في ثوب الإنسان نجاسة في الدشداشة على سبيل المثال، كان يعرف المكان الذي وقعت فيه النجاسة، ولكن قال أنا أؤخر غسل هذه النجاسة إلى قبل صلاة الظهر، لما يريد يغسل هذه النجاسة نسي في أي موضع كانت هذه النجاسة، نسي، هل هي في الكم؟ هل هي في أعلى الثوب، في أسفله، في الأمام، في الخلف؟ نسي، نسي أين هذه النجاسة. إيش الحكم؟ ما الواجب عليه؟ إيش الواجب عليه؟ جيب نظارة شوي. ما الواجب عليه؟ نعم تفضل معاذ. ليش غسل الثوب كاملا؟ لأنه لا يعرف موضع النجاسة. حد يخالف؟
في هذا الأمر؟ تفضل. نعم يبدله. ها زين. طيب هل ذكر الإمام السالمي هذه المسألة في الأبيات؟ نعم شيخ. من يأتي بالأبيات؟ فضل محمد. قيل في التوبة إذا تنجس أو لم يعرف من النجس عليه أن يغسلها جميعا والاحتياط فيه لن يضيع، وإن يكن قد عرف المحل فإنه يغسل ذاك غسلا. نعم. وقيل في الثوب إذا تنجس ولم يكن يعرف منه نجس عليه أن يغسله جميعا والاحتياط فيه لن يضيع، وإن يكن قد عرف المحل فإنه يغسل ذاك غسلا. لماذا؟ لأن النجاسة ثابتة بيقين، هو متيقن وجود النجاسة في الثوب، فلو غسل جزءا من الثوب أو شيئا من الثوب هل تيقن زوال النجاسة؟ لا. بما أن النجاسة ثبتت بيقين لابد أن يكون زوالها بيقين، وهذا أمر لا يحصل إلا بغسل جميع الثوب. طيب مثل هذه الصورة، لو وقع في بدنه نجاسة وقال أنا أؤخر حتى يحين وقت الصلاة، لما جاء وقت الصلاة وأراد أن يغسل تلك النجاسة من بدنه ما عرف موضعها، إيش الواجب عليه في البدن؟ إيش الواجب عليه؟ تفضل. هود، أنت اسمك هود؟ أنت سلطان بيك، عندنا هودان. تفضل. يعني يغسل جميع البدن عليه. هل ذكر الإمام سالم هذه المسألة في الباب؟ في الباب ذكرها؟ أين ذكرها؟ قست عليها يعني. نعم تفضل. نحن أعطيناكم بيتا في هذه المسألة، ألا تذكرون؟ تفضل عزان. أين البيت؟ هل تذكر بيتا؟ بالطهر بعد الحيض والنفاس أوجب، وبالموت لكل الناس، لكن وجوب ذا على الأحياء وقد يلزم من يجهل في أي الجسد نجاسة وجودها تيقنا، لكنه محلها ما عينا. هذا البيت من أين؟ نعم مداري. ما أعطيناكم هذا البيت؟ أعطيناكم. من قال لا؟ أعطيناكم هذا البيت. طيب مسألة أخرى، مسألة أخرى، لو إنسان دخل المسجد، إنسان دخل المسجد وقد قامت الصلاة، ولكن قبل أن يصف الشخص الذي كان عن يساره، قبل أن يصف وقبل تكبيرة الإحرام رأى في جاره سواء كان عن يساره أو عن يمينه نجاسة، في جاره الذي يصلي عن يمينه أو عن يساره، وهذاك الإنسان ما منتبه، لو كان منتبه ما دخل إلى المسجد وصلى من غير أن يغسلها، هل يلزم الرائي أن يخبر هذا الشخص؟ هل يلزم الرائي أن يخبر هذا الشخص؟ تفضل أحمد. يلزمه. طيب شكرا. تفضل. تفضل موسى. لا يلزمه. نعم شيخ. تفضل مسعود. لا يلزمه. ليش لا يلزمه؟ نعم شيخ. لماذا لا يلزمه؟ تفضل حمود. نعم تفضل. يلزمه أن يخبره. نعم. نعم. لماذا؟ الإمام السالمي ذكر في البيت. نعم تفضل. لماذا لا يلزم؟ قبل أن نذكر بيت الإمام السالمي لماذا لا يلزم؟ إيش قلنا في علة ذلك؟ يعني الذين قالوا بعدم اللزوم. تفضل جهاد. لأنه ليس إيمان. نعم. نعم. طيب. لأن ما محاسب شيء ما يعرفه. نعم. لأنه يجهل ذلك. وهل يحاسب على شيء لا يعرفه؟ ما دام ما محاسب مو يبغى له هو. وقلنا هذا الذي جرى عليه قولهم، لكن أحد أهل العلم خالف في هذه القضية وقال إيش؟
قال يلزم يلزمه أن يخبره. من العالم الذي قال بأنه يلزمه أن يخبره؟ من العالم الذي قال يلزمه أن يخبره؟ من؟ فضل علي. نعم، الإمام أبو مسلم رضوان الله عليه في في أي كتاب؟ نعم شيخ. ما كاتب منه؟ نعم شيخ. نعم فضل. في نثار الجوهر. شيخ اعترض على هذه القضية وقال يلزم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ومن جهة أخرى هذا من باب التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهو من باب الأمر بالمعروف. ولذلك الشيخ اشتد في هذه القضية وأطال الكلام فيها. طيب، إذا كان هذا الرأي دخل يريد أن يصلي وقبل تكبيرة الإحرام نظر إلى الإمام فإذا في ظهره نجاسة وهو لا يعرف الإمام، هل يلزمه أن يخبره؟ هل يلزمه أن يخبره الإمام؟ تفضل محمد. لماذا يلزمه؟ قالوا قالوا إذا كان مأموما لا يلزمه، وإذا كان إماما يلزمه، لماذا؟ تفضل غسان. نعم نعم تفضل. ليؤتم به. نعم تفضل ماهر. نعم، لأن صلاة المأمومين مرتبطة بصلاة الإمام في أكثر القول، مرتبطة. ما دام مرتبطة، إذا كان صلاة الإمام فاسدة صلاتهم فاسدة. إذا كان صلاة الإمام فاسدة صلاتهم فاسدة. طيب، من يأتي بالأبيات حول هذه المسألة؟ نعم شيخ. نعم شيخ. نعم تفضل صالح. نعم، ومن رأى برجل نجاسة وقد أصابت رجله أو راسه لم يلزموه علمه إلزاما إلا إذا كان لهم إماما. لم يلزموه علمه إلزاما إلا إذا كان لهم إماما. طيب، هذا من حيث الإلزام والوجوب، غير واجب عليه. ولكن من حيث الاستحباب، الذين قالوا بعدم اللزوم هل يقولون بالاستحباب، باستحباب الإخبار؟ نعم، يقولون باستحباب الإخبار. وقلنا بأن الإمام أبا مسلم رضوان الله عليه يقول بوجوب الإخبار، يقول بوجوب الإخبار. طيب، القضية واضحة عندكم؟ نعم. مسألة أخرى، إنسان وقعت في رجله نجاسة، نجاسة متعينة، هل يلزمه أن ينوي عند إزالة النجاسة؟ هل تلزمه النية؟ تلزمه النية أو لا تلزمه؟ تفضل. نعم. محمد. نعم، ليش لا تلزمه؟ كيف؟ نعم شيخ. يعني نعم. طيب شكرا. تفضل سليمان. لا تلزم. لماذا؟ عبادة غير معقولة المعنى. لأنها عبادة معقولة المعنى. نعم، لأن عبادة معقولة المعنى. يعرف لماذا يغسل رجله، لوجود النجاسة في رجله. فهذه مسألة لا تحتاج للنية، هذه مسألة لا تحتاج للنية. هل ذكر الإمام السالمي هذا الأمر؟ نعم شيخ. نعم شيخ. تفضل علاء الدين. نعم، وذاك لا يحتاج للنية بل يكفي إذا زالت بوجه انغسل، ما تحتاج إلى نية. لكن لماذا قلنا في الاغتسال بأنه يحتاج إلى نية؟ نعم. لماذا قلنا في الاغتسال بأنه يحتاج إلى نية؟ تفضل. نعم. نعم. طيب. نعم. تفضل أحمد. لا. نعم. نعم شيخ. تفضل هادي. نعم. غير معقولة المعنى، حال مو يغسل راسه، ما صايب منه شيء راسه. وقد يكون أيضا البطن والظهر والصدر، ما صايب منه شيء، والأرجل. لماذا أمر أن يغسل ذلك كله؟ هل يعرف الحكمة من ذلك؟ لا، عبادة غير معقولة المعنى، ولذلك وجب عليه هنا أن ينوي. لكن في قضية إزالة النجاسة الظاهرة عبادة معقولة المعنى، يعرف لماذا يغسل،
يغسل لأي شيء؟ يغسل لإزالة تلك النجاسة. واضحة المسألة معكم؟ نعم. إيش المقصود بالزوك؟ أنا أستاذ. أنا أستاذ. تفضل. شيخ اللون يبقى بعد إزالة النجاسة. نعم. أو قبل أن نقول لون هي إيش؟ زوك. قال هو اللون. قال هو اللون الذي يبقى بعد إزالة النجاسة. طيب شكرا خالد. أثر النجاسة. أثر النجاسة وشرحوه بأن المقصود بذلك إيش؟ لون. لون اللون الذي يبقى بعد غسل النجاسة. اللون الذي يبقى بعد غسل النجاسة هذا هو الزوك. طبعا الإمام السالم رضوان الله عليه ذكر الزوك وذكر حكمه وحقيقته. إيش الحكم؟ إنسان على سبيل المثال دشداشة عنده أصابها دم وقام غسلها وغسلها وغسلها لكن بقي شيء يشبه الصفرة، هل يجوز له أن يصلي بها؟ تفضل أحمد. نعم يجوز له أن يصلي بها، يجوز له أن يصلي بها. هذا الذي بقي في الثوب بعد غسله يسمى إيش؟ زوكا. هذا هو الزوك، أثر النجاسة بعد إزالتها. ماذا يقول الإمام السالمي في هذه المسألة؟ نعم شيخ. تفضل عبد الله. نعم والزوك بعد الغسل إن بقي بها فعرض عنه عفي فانتبه، أعني بذاك أثر المنجس بعد زوال العين من ذا النجس. طيب واضح المسألة معكم؟ نعم. مسألة، شخص أخذ ثوب يريد أن يصلي، أخذ دشداشة يبقى يلبسه يصير يصلي، ولكن هو يلبسه وقع في نفسه شك وريب، وقع في نفسه شك وريب، قد تكون على قد يكون هذا الثوب نجسا، شك وقع في نفسه شك، قد يكون هذا الثوب الذي أريد أن أصلي به نجسا، إيش الحكم هنا؟ هل يجوز له أن يصلي بها أو لا يجوز؟ نعم شيخ. تفضل. نعم يجوز. ليش؟ حسب اعتقاد من زين، هو عنده شك. نعم شيخ. 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 تفضل المعولي. لا يجوز له؟ نعم شيخ. تفضل مصعب. نعم. ايش يعني يصلي بها ولا ما يصلي بها؟ يصلي بها. نعم شيخ. نعم شيخ. طيب. نعم شيخ. تفضل عبد الله. لا يجوز ان يصلي. لا يجوز ان يصلي بها. نعم شيخ. سالم. نعم شيخ. نعم تفضل سالم. لا يصلي بها. ليش؟ زين عند لازم لابد يكون عنده يقين، ليش لابد يكون عنده يقين؟ نعم شيخ. اترك. ما يثبت الا باليقين. نعم. نعم. نعم شيخ. نعم. تفضل تفضل استريحوا. نعم شيخ. نعم شيخ. تفضل عبد الرحمن. نعم شيخ. كيف؟ نعم. احمد تفضل. نعم شيخ. لماذا؟ نعم الأصل في هذا الثوب إيش؟ إنه طاهر، وهذا الأصل، هذا الأصل هل يمكن أن يرتفع بالشك؟ لا، لابد أن يرتفع بإيش؟ بيقين. لابد أن ما دام الثوب ثبتت طهارته بيقين، إذا هذا اليقين لا يرفعه إلا يقين، مجرد شك ما كافي، لأن الأصل هذا الثوب نجس أو طاهر؟ طاهر. إذا لا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، إلا بأصل، لا ينتقل عن هذا الأصل إلا بأصل. هذه المسألة هل ذكرها الإمام السالمي في النظم؟ هل ذكرها في النظم هذه المسألة؟ تفضل يوسف. حتى يصح أنه ينجس حتى يصح أنه ينجس هو ذا البيت أشوفه غير ترى. نعم تفضل سعيد. حتى يصح أنه ينجس
نعم تفضل. كل شيء يشمل الطهارة على قصد الاعتبار فيصح عنده تنقلا وذلك لا مثل لها. هي أعطانا قاعدة عامة قال وكل شيء أصله الطهارة فهو على الأصل ترى اعتباره سواء كان بدن ثوب معنى مكان أي شيء. تفضل. أي شيء أعطانا قاعدة شيء ما دام أصل الطهارة إيش. وكذلك إنسان لو كان يمشي في الطريق وشاف ماء في الطريق وبقي أصابه شيء من هذا الماء أصابه شيء من هذا الماء وبعد ذلك بقي مشكك هل يصلي بهذا الثوب أو لا يصلي يصلي أو لا يصلي يصلي. لماذا؟ لأن الأصل إيش؟ الطهارة. أصل ذلك الماء أنه طاهر حتى يصح أنه نجس. إذن هذا ضابط هذا ضابط في القضية ضابط لكل شيء أصله الطهارة ثم وقع عند الإنسان شك هل هو نجس أو غير نجس. وكل شيء أصله الطهارة فهو على الأصل ترى اعتباره حتى يصح أنه تنقلا كذا الكلام في الذي قد حلل. أيضا كل شيء أصله حلال هو باق على أصله ما يكفي الشك باق على أصله حتى يأتي يقين بأنه حرام. واضح المسألة معكم؟ طيب نعم. الماء ينقسم إلى كم قسم؟ أو قسم الإمام الماء الإمام الماء إلى كم قسم؟ تفضل محمد. نعم إيش هي؟ هنا في الجوهر الإمام السالمي هكذا قسمه؟ نعم شيخ نعم شيخ نعم شيخ نعم شيخ. إيش قسمه؟ مرة ثانية إلى أي شيء قسمه؟ ثلاث أقسام إيش؟ نعم 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 شيخ. طيب هذا التقسيم أين؟ الآن إحنا كلامنا عند هل وجدت هذا التقسيم عن الإمام السالمي؟ هو قسم لكن ليس على هذه الصورة التي ذكرتها. قال طاهر مطهر وطاهر غير مطهر ونجس لكن في غير الجوهر وإنما أين؟ في المدارك. قال الماء منه طاهر مطهر ومنه طاهر ولا يطهر ومنه رجس صح فيه النجس والأول المطلق ليس ينجس. طيب لكن في الجوهر تفضل سريع. تفضل. نعم قسمه إلى قسمين مطلق وغير مطلق مطلق وغير مطلق. ماذا قال؟ نعم شيخ نعم شيخ نعم نعم شيخ. تفضل بدر. قال والماء شيء واو قف. الماء مطلق وغير مطلق. نعم قال الماء مطلق وغير مطلق وخلاف والأول الطاهر بالتحقق. قال الماء مطلق وغير مطلق والأول الطاهر بالتحقق. طيب مطلق وغير مطلق ثم ذكر حقيقة المطلق وحكم إيش المطلق إيش معنى مطلق ماء مطلق. تفضل عبد المجيد. ماء طاهر. تفضل مالك. نعم طيب تفضل علي. شكرا مالك. نعم عندما يقال الماء المطلق ايش المقصود بالماء المطلق؟ نعم نعم كما قال زميلكم الماء المطلق مطلق يعني عكس المقيد. ايش المعنى؟ المعنى بان الذهن ينصرف اليه مباشرة. حد يقول ما يعرف ايش المقصود بالماء. ولذلك لو واحد على سبيل المثال قال لشخص سير جيب لي ماء قال سير جيب لي ماء عندما يذهب هل يأتي له بعصير؟ لا هذاك حتى يقول له لا بد يقول أنا أقصد كذا. وكذلك هل يأتيه بماء ورد؟ لا. فالمطلق معناه مطلق غير مقيد بقيد غير مقيد بقيد. أما هذا مثلا يبغى ماء ورد يقول لا لا بد أن يأتي بالقيد ماء ورد ماء ورد لا بد أن يأتي بالقيد. فالمطلق هو الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة أول ما يقول له جيب لي ماء مباشرة يصير ويجيب له ماء الماء المعروف. هذا هو المقصود بالمطلق.
هذا هو المقصود بالمطلق. ايش حكم المطلق؟ نعم. ما حكم المطلق؟ نعم شيخ. نعم شيخ. تفضل رياض. نعم. الطهارة تجوز الصلاة به. نعم. نريد عبارة أدق من هذه العبارة. تفضل سلطان. تفضل صريح. يرفع الحدث ويزيل النجاسة. نعم. يرفع الحدث ويزيل النجاسة. إيش المقصود بالحدث؟ نعم شيخ. نعم شيخ. الحدث إيش المقصود بالحدث؟ نعم. وعين النجاسة. الحدث. نعم شيخ. نعم شيخ. تفضل سليمان. نعم شيخ. نعم شيخ. الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الحدث الأكبر هو الذي يلزم منه الغسل، والأصغر هو الذي يلزم منه الوضوء. إيش الخلاصة؟ بأنه يصح به الغسل والوضوء الماء المطلق، رافع للحدث ومزيل للنجاسة، مزيل للخبث، مزيل للنجاسة. هذا هو حكمه. ماذا يقول الشيخ في هذه المسألة؟ إيش يقول الشيخ؟ نعم 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 نعم. نعم شيخ. تفضل عبد السلام. طهر لغيره كماء مطهر. جيب الأبيات من أولها. الماء نعم، كذاك ماء البئر والعيون يدخل تحت المطلق المصوني. طيب، احنا نقول بأن المطلق هو غير المقيد، لكن نقول ماء البحر، ماء العيون، ماء الفلج. نعم. نعم شيخ. نعم شيخ. هذا ما قيد. نعم. نعم شيخ. نعم نعم. نعم شيخ. تفضل زكريا. نعم. نعم. تفضل. لأنه على أصله. على أصله ولا على أصله؟ أصله. نعم. طيب. نعم شيخ. كيف إيش هذا؟ إيش العلة؟ تفضل يوسف. ان كل ماء له مكان يعلن مكان. نعم. تفضل. نعم. كل ماء له مكان دخل اليه. نعم، يعني معنى تقييده بالمكان الذي انتقل منه، كقولنا ماء المطر، او بالمكان الذي انتقل اليه ماء العين، ماء الفلج، ماء البحر. هذا لا اشكال، لا يؤثر في حكمه، هذا شيء لا يؤثر في حكمه. طيب نعم. وغير المطلق. نعم شيخ. نعم شيخ. غير المطلق. نعم نعم. تفضل عبد الله. كيف غير المطلق غير المقيد؟ مقيد بيكون. نعم نعم. تفضل جهاد. نعم مقيد طاهر ونقص. نعم. غير المطلق ينقسم الى كم قسم؟ الى نعم. تفضل أسعد. طاهر ونجس. وغيره إيش قال؟ وغيره يكون طاهرا وقد يكون غير طاهر فينتقد، وغيره يكون طاهرا وقد يكون غير طاهر فينتقد. متى يكون طاهرا ومتى يكون غير طاهر؟ هذا غير المطلق. يعني كونه طاهرا لا يلزم من ذلك أنه إيش؟ مطهر. نعم شيخ. نعم شيخ. نعم شيخ. نعم شيخ. نعم شيخ. شيخ شيخ شيخ. نعم شيخ. تفضل. نسيت؟ جلس. نعم شيخ. نعم شيخ. نعم شيخ. نعم شيخ. تفضل. طاهر إذا خلا من النجاسة. نعم. غير طاهر إذا نعم. طاهر يعني غير المطلق طاهر إذا خلا من النجاسة. طاهر إذا خلا من النجاسة طاهر، ولو كان غير مطلق، مثل على سبيل المثال ماء مخلوط معه صابون، هذا مطلق أو غير مطلق؟ مطلق أو غير مطلق؟ يسوي أحد يقول بغى أشرب يروح يجيب له كوب منه؟ نعم غير مطلق. لكن هل هو نجس؟ لا. إيش هذا؟ طاهر. وإن كان مقيد نقول ماء الصابون أو ماء الورد. لماذا؟ لأنه خلا من النجس. ذلك الذي خلط به هل هو نجس؟ لا، الذي خلط به ليس بنجس. والنجس من غير المطلق هو الذي داخلته النجاسة. وغيره يكون طاهرا وقد يكون غير طاهر فينتقد. فطاهر إذا خلا من نجس، وغيره يعرف بالمنجس. إيش؟
مثاله ماء به قد طهرت به نجاسة عليه ظهرت. نعم هذا مثال، ذكر مثالا لهذه المسألة. واضحة المسألة عندكم؟ عندنا قسمان من الماء، وهما الماء المضاف والماء المستعمل. الماء المضاف والماء المستعمل داخلان في المطلق أو في غير المطلق؟ نعم شيخ. داخلان في المطلق أو في غير المطلق؟ نعم شيخ. تفضل سلطان. نعم مطلق. نعم شيخ. أنت تعرف الماء المضاف والماء المستعمل؟ هل تعرف الماء المضاف والماء المستعمل؟ زين. مستعمل حد متوضب. نعم شيخ. نعم. تفضل عدنان. غير المطلق. هذا داخل في غير المطلق. لأن لو إنسان قال أريد ماء، هل ينصرف الذهن إلى هذا الماء؟ لا، هذا غير مطلق. الماء المضاف والماء المستعمل. إيش المقصود بالماء المضاف؟ تفضل صريح. إيش المقصود بالماء المضاف عبد الملك؟ نعم شيخ. ها؟ أضيف إليه شيء غير نجس. نعم تفضل. المهم خال أضيف إليه شيء غير نجس مضاف، أضيف إليه شيء غير نجس. زين إيش قال الإمام السالمي في ذكر المضاف؟ نعم شيخ. ماذا قال؟ تفضل صريح. نعم شيخ. إيش قال؟ نعم شيخ. ماذا قال؟ نعم شيخ. نعم. تفضل. إذا قال وطاهر المضاف مثل ما الشجر من باقي الله ونحوها فليعتبر. إذا أضيف شيء مثل على سبيل المثال أضيف إليه شيء من البقوليات ماء يصير إيش؟ مضاف، يصير مضاف. أضيف إليه صابون، أضيف إليه غير ذلك من الأشياء الطاهرة، هذا يسمى ماء مضافا، يسمى ماء مضافا. طيب إيش حكم الماء المضاف؟ إيش حكم الماء المضاف؟ تفضل عمر. نعم شيخ. طيب غير مطلق لكن ما حكمه؟ نعم شيخ. عندما نتكلم عن الحكم ماذا نقصد؟ نقصد رفع الحدث وإزالة نجاسة. هذا هو المقصود. تفضل. تفضل سعيد. نعم شيخ. نعم يزيل النجاسة، هل يرفع الحدث؟ إذا يرفع الحدث ويزيل النجاسة. نعم شيخ. تفضل عبد الحميد. لا يزيل النجاسة. تفضل أحمد. نعم شيخ. يزيل النجاسة ولا يرفع الحدث. يزيل النجاسة ولا يرفع الحدث. ما الذي ذكره الإمام السالمي؟ إيش قال؟ إيش قال الإمام السالمي عمر؟ لا يتوضأ منه للصلاة لم يكن مطهرا بالذات، وإن يكن عين النجس وهكذا يتوضأ. نعم وطاهر المضاف مثل ما الشجر من باقي الله ونحوها فليعتبر. لا يتوضى منه للصلاة إذ لم يكن مطهرا بالذات، وإن يكن يذهب عين النجس، يذهب عين النجاسة، وهكذا كل مضاف فقسي. هناك بعض أهل العلم قالوا بأنه رافع للحدث. من؟ نعم من العلماء قال بأنه رافع للحدث؟ تفضل. نعم تفضل. أبو عبيدة وجابر بن زيد. نعم من؟ هل تحفظ ذلك عن؟ نعم طيب لا تتكلم انت مو جالس تشوف، ضع عصاك، ترك العصا في الأرض، لا تتكلم. نعم طيب تفضل عزان. نعم. بعض أهل العلم قيد بقيود، مثل من الذي قيد بقيود؟ من الذي قيد بقيود بقيد؟ نعم ابن بركة. نعم والشيخ أبو سعيد الكردمي. الشيخ أبو سعيد الكردمي. نعم طيب راجعوا المسألة، ارجعوا إليها.
نعم. طبعا منهم أبو الحواري وابن بركة قيد ذلك بقيد وليس على الإطلاق، قيد ذلك بقيد وليس على الإطلاق. طيب، الماء المستعمل إيش المقصود بالماء المستعمل؟ إيش المقصود بالماء المستعمل؟ تفضل. نعم. متصرف بأحوال متوضئ. كيف يعني؟ يعني يوم متوضئ. هين يصير؟ باقي في الأعضاء متوضئ. يعني باقي في الأعضاء ولا المتساقط من الأعضاء؟ متساقط. نعم. من أين ذكر الإمام السالمي تعريف الماء المستعمل؟ قال ذكر تعريف الماء المستعمل في الجوهر. إحنا نقلنا لكم نصا للإمام السالمي. إيش قال؟ وكل ما إن كان قبل استعمل وبان عن عضو فلا تستعمل. هذا بيان وجه ما يستعمل لا حيثما الكف عليه يجعل. قال وكل ما إن كان قبل استعمل وبان عن عضو. إيش المقصود بان عن عضو؟ أي انفصل عن عضو سواء كان في الغسل أو في الوضوء. وكل ما إن كان قبل استعمل وبان عن عضو فلا تستعمل. هذا بيان وجه ما يستعمل لا حيثما الكف عليه يجعل. لأن البعض يتصور بأن الماء المستعمل إيش؟ مثلا عنده إناء فيه ماء ويوضع عليه، يأخذ منه بيده، يضع عليه كفة يأخذ منه بيده للوضوء، هل يسمى مستعملا؟ لا، لا يسمى مستعملا. المستعمل إيش؟ هو الذي المتساقط من الأعضاء عند الغسل أو الوضوء. هو المتساقط من الأعضاء عند الغسل أو الوضوء. قال وكل ما إن كان قبل استعمل وبان عن عضو فلا تستعمل. هذا بيان وجه ما يستعمل لا حيثما الكف عليه يجعل. نعم. إيش حكم الماء المستعمل؟ إيش قال الإمام السالمي في حكم الماء المستعمل؟ ماذا قال؟ تفضل سيف. يزيل النجاسة ولا يرفع الحدث. يزيل النجاسة ولا يرفع الحدث. من يأتي بالأبيات؟ تفضل ماجد. وقيل في الماء إذا مستعمل يجوز أن نجعله مغسلة فنغسل بالنجاسة كما ولا نرفعه. نعم. وقيل في الماء إذا مستعمل يجوز أن نجعله مغسلة فنغسل به النجاسات معا ولا نرى به الوضوء فاسمع. ولا نرى به الوضوء فاسمع. نعم. طيب، الآن ندخل في مسألة الماء. مسألة الماء، سؤال: إنسان عنده إناء فيه ماء سقطت فيه نجاسة ولكن هذه النجاسة لم تغير شيئا من أوصافه. إيش المقصود بالأوصاف عندما نذكر الأوصاف؟ إيش أوصاف الماء؟ نعم. الماء، الرائحة، يعني الرائحة واللون. وإيش؟ والطعم. الرائحة واللون والطعم، هذه هي المقصود بأوصاف الماء. الرائحة واللون والطعم، هذه أوصاف الماء. طيب، هذا سقط ماء في إناء، ما في إناء صغير سقطت فيه نجاسة، أزال هذه النجاسة ولكن الماء لم يتغير. لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته. ما الحكم فيه؟ هل هو طاهر أو غير طاهر؟ تفضل موسى. طاهر. نعم شيخ. تفضل سيفي. لا، أنا قلت لك إناء. قلت لك إناء صغير غير طاهر. ما تغيرت أوصافه؟ نعم. نعم شيخ. تفضل هود. غير طاهر. نعم. تفضل. طاهر. نعم. تفضل سلطان. صحيح. إذا كان الماء يفوق النجاسة فإنه يكون طاهر. نعم. نعم نعم شيخ. نعم شيخ. نعم. تفضل صريح. نعم. صريحوا شباب صريحوا. نعم شيخ. تفضل مكامي. طاهر. ما زادت علي النجاسة؟ ما أثرت علي النجاسة بشيء؟ نعم شيخ. تفضل طاهر.
الماء غير طاهر لان اقل من الكثير. نعم قلنا الماء اما ان يكون قليلا واما ان يكون كثيرا. الماء اما ان يكون قليلا واما ان يكون كثيرا. ايش حد الكثير؟ نعم شيخ. حد الكثير ايش؟ نعم. تفضل سليمان. قلتين. نعم. حمل خليل قلبي 200 كيلو جرام. قدر ذلك 200 كيلو. يعني الماء اذا كان من 200 كيلو فصاعدا يكون ايش؟ كثير. هو فسر القله، قال القله تساوي تقريبا كم؟ 100 كيلو. كل قله تساوي 100 كيلو. اذا القلتان 200 كيلو. معناه اذا كان 200 كيلو فصاعدا يكون ايش؟ كثير. واذا كان دون ذلك يكون ايش؟ قليل. الامام السالمي كم قدره بكم؟ نعم. فضل مازن. 40 جرة. قدره بأربعين جرة. قدره بأربعين جرة. طيب هذا الماء الذي ذكرناه هل هو قليل أو كثير؟ نعم. نعم شيخ. قليل. هذا الماء قليل. إذا كان الماء قليلا، إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة تنجس وإن لم تتغير أوصافه، حتى لو ما تغيرت أوصافه يحكم عليه بأنه نجس. يحكم عليه بأنه نجس. إيش الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ نعم. نعم. زين طيب. نعم. تفضل استريح. من يحفظ دليل؟ نعم. تفضل عبد السلام. قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قدر قلتين لم يحفظ. إذا كان الماء قدر قلتين إيش؟ لم يحتمل خبثا. لم يحتمل خبثا. نعم. نعم. إذا كان الماء قدر قلتين لا ينجسه شيء. لا ينجسه شيء. كلا الروايتين رواهما من؟ نعم. رواهما الإمام الربيع. رواهما الإمام. إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا. إذا كان الماء قدر قلتين لا ينجسه شيء. لا ينجسه شيء. فشرط أن يكون قدر قلتين، وهذا هو تقدير القلتين. حد قدره بأربعين جرة وحد قدره بغير ذلك. والآن في هذا العصر شيخ يقدره بكم؟ بمئتي كيلو. 200 كيلو. نعم. طيب واضحة المسألة؟ فإذا كان الماء قليلا وسقطت فيه نجاسة تنجس وإن لم تتغير أوصافه. أما إذا كان كثيرا وسقطت فيه نجاسة وأزيلت النجاسة، سقطت فيه نجاسة وأزيلت النجاسة والنجاسة لم تغير شيئا من أوصافه، هل يتنجس؟ نعم. لا يتنجس. لا يتنجس ما دام لم تغير شيئا من أوصافه. لا يتنجس. متى يتنجس؟ متى يتنجس؟ تفضل سالم. نعم. احنا كلامنا الآن في الكثير. متى يتنجس الكثير؟ تفضل أحمد. إذا تغير أحد أوصافه. نعم. خلاف إيش؟ إذا تغيرت ثلاث أوصاف وقيل إذا تغير وصف واحد. نعم. قيل إذا تغيرت جميع الأوصاف وقيل إذا تغير وصف واحد. I'm
نعم، إذن خلاف، قيل إذا تغيرت جميع أوصاف، وقيل يكفي تغير وصف واحد، وقيل يكفي تغير وصف واحد. إيش سبب الخلاف؟ ما سبب الخلاف؟ تفضل سليمان. وجود الرواية في معنى الحديث أن الماء لا ينجس ما لم يغير طعمه أو ريحه أو لونه، وفي رواية أخرى استخدم أداة العطف الواو. نعم. ايش الرواية؟ من يأتي بالحديث؟ نعم نعم تفضل. تفضل. نعم، طبعا هذه رواية الإمام الربيع، إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته، توجد بعض النسخ بالواو. نعم، إذا هذا سبب الخلاف. أو إذا كان المقصود أو، معنى ايش؟ يكفي تغير وصف واحد، يكفي تغير وصف واحد. وإذا كان الواو لابد من اجتماعها، لابد من اجتماعها. واضح المسألة معكم؟ إذن هذا هو سبب الخلاف. إيش يقول الإمام سالم في هذه المسألة؟ وكل ما إن كان في المقدار. من يأتي بالأبيات؟ نعم شيخ. نعم شيخ. نعم شيخ. نعم. نعم شيخ. توأ. ما شاء وجوه جديدة؟ تفضل زكريا. كل ما إن كان في المقدار أربعين قيل من كراري، فهو كثير ظاهر ولا ينقص إلا إذا زاد عليه نجس، وذاك يعني أغلبه في الوسط في اللون والطعم معا والعرض، وذاك يعني أغلبه في الوسط في الوسطين أو واحد من هذه. نعم. طيب إيش المقصود بالعرف؟ نعم نعم شيخ. نعم. تفضل. الرائحة، العرف هي الرائحة بفتح العين. وكل ما إن كان في المقدار كأربعين قيل من جراري، فهو كثير طاهر لا ينجس إلا إذا زاد عليه نجس، وذاك أن يغلبه في الوصف باللون والطعم معا والعرف، وإن يكن يغلب في وصفين أو واحد فالخلف في هذين. نعم، فالخلف في هذين، يعني فالخلف في هذين أي فالخلف إن غلب في وصفين أو غلب في وصف واحد. واضح المسألة معكم؟ طيب، واضح هذه المسائل عندكم؟ نعم. نعم. ماء البئر. ماء البئر، البئر معروف عند الجميع، متى يتنجس ماء البئر؟ متى يتنجس ماء البئر؟ أنا أصور لكم صورة، على سبيل المثال شيء بئر، هذا البئر لو تشتغل الماكينة ليل ونهار الماء موجود فيها ما ينقص. إيش يسميه هذا البئر؟ رياض؟
مو كذاك ما تنقص غير مستبحر هذه. نعم هي نعم شيخ مستبحرة. احنا قلنا لك لو تشتغل ليل ونهار الماكينة ما ينقص ماها. ايش هذه؟ مستبحرة ولا غير مستبحرة؟ مستبحرة. لماذا سميت مستبحرة؟ تفضل احمد. لان الماء لا يخرج. لكن من اين اتت هذه التسمية مستبحرة؟ تفضل. نعم لانها تشبه البحر. نعم البحر لو ينزف ما يخلص. هذه سميت مستبحرة لانها تشبه البحر في كون الماء ايش؟ في كون الماء لا ينقص. في كون الماء لا ينقص. طيب اذا كانت هذه على هذه الصورة فيها ماء كثير وسقطت فيها نجاسة سقطت فيها نجاسة يعني نجاسة يعني خلطت بها نجاسة كثيرة وتغيرت اوصافها. فهمتم السؤال؟ تغيرت أوصافها. هل تنجس أو لا تنجس؟ تفضل محمد. كيف هي مستبحرة؟ كيف تنجس؟ تفضل أنس. أحسن محمد. وزيلت عين النجاسة لكن متغيرة أوصافها. أوصافها متغيرة. تفضل محمد. شوي شوي شوي. نعم احنا سؤالنا هل هي هل يتنجس الماء او لا يتنجس؟ لم نسال ما العمل. نعم تنجس. تفضل ماء. نعم شكرا. تفضل مازن. لا تنجس. مالك القائلين بان اذا تغيرت اوصافه وتغير اوصافه. نعم تغيرت اوصافه هي نجس الماء اذا احد اوصافه كلهن متغيرات. نعم شيخ. طيب لا بد أن تتنبهوا. لا بد أن تتنبهوا مسألة مهمة. الماء حتى لو كان بحر ما دام تغيرت أوصافه القضية ما تتعلق بقلة وكثرة. إيش يحكم عليه بإيش؟ بالنجاسة. يحكم عليه بالنجاسة. هذاك تغيرت أوصافه أو لم تتغير أوصافه في أي شيء؟ في القليل. هذاك الكلام في القليل. بعضهم قال معنى بعضهم قال المشهور أنه ينجس ولو لم تتغير أوصافه. فإن تغيرت أوصافه سواء كان قليلا أو كثيرا ينجس. ولذلك هذه البير إيش حكم ماها؟ نجس. حكم ماها نجس ولو كانت مستبحرة. حكم مائها أنه نجس ولو كانت مستبحرة. واضح المسألة معكم؟ نعم. إذا كانت البير غير مستبحرة كذا ينزف منها كم دلو ولا تشتغل 5 دقائق ولا 10 دقائق وسقطت فيها نجاسة أزيلت نجاسة لكن ما تغيرت الأوصاف. نعم 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 شيخ. إيش حكم الماء؟ نعم نجس لكن شيخ قول زيد وأبو عبيدة أنها لا تنجس. نعم هذا القول يعني هذا القول أصل بالأصول. إذا تنجس لأن ماء قليل. البئر ما يختلف الحكم فيها حسب الحكم السابق حسب القاعدة السابقة. إذا كان قاعدة الماء القليل وقاعدة الماء الكثير. لكن لماذا يفرد العلماء البئر بالذكر؟ لماذا؟ نعم حتى لا يشكل على الناس. لأن بعض الناس يظن بأن البئر يختلف حكمها لكن هي ما يختلف حكمها. نفس القاعدة التي ذكرناها في الماء الكثير والقليل تنطبق على ماء البئر. إيش قال في البئر؟ تفضل محمد. وقيل أن نعم نعم فإنه ينجس فيما قيل بواقع فيه ولو قليلا. نعم ايش حد البئر المستبحر؟ ايش المستبحر؟ متى يكون البئر مستبحرا؟ هل ذكر الامام السالم متى يكون البئر مستبحرا؟ ايش قال؟ وحده
نعم ايش؟ ونزحها قيل فراغ الماء وقيل ان تنقص بالدلاء. البئر التي تنزح وهي غير المستبحرة، المستبحرة هي التي قيل تفرغ، هي التي ينتهي ماؤها بالنزح، وقيل هي التي ينقص ماؤها بالنزح، وقيل هي التي ينقص ماؤها بالنزح. ونزحها قيل فراغ الماء وقيل أن تنقص بالدلاء. قال والأول المعروف بالمستبحر لأنه مشابه للأبحر. واضح المسائل معكم؟ طيب إن شاء الله غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى هذه اضبطوها، هذه الأبيات اضبطوها وراجعوا الأحاديث والتراجم، يعني بين الوقت والآخر نراجع إن شاء الله، ولكن غدا نأخذ من 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 مدارج الكمال، نبدأ الأخذ من مدارج الكمال. طيب لأن مدارج الكمال أبوابه أقصى، ولذلك إن شاء الله تعالى نأخذ مسائل. إيش عندكم؟ إيش معك؟ بحيث نأخذ مسائل أكثر فيما يحتاج إليها طالب، فيما يحتاج إليها طالب، لأن هنا مسائل كثيرة تأتي في الجوهر لا يحتاج إليها الطالب. طيب مدارج الكمال، متى ألفه الإمام سالم مدارج الكمال؟ في أي سنة ألفه؟ طيب هذا واجب، ابحثوا في أي سنة ألفه مدارج الكمال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا الله يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.